بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحدث من أرض الحدث. في دفء الأحلام الحمراء احترقت صنعاء، قتلت بلقيس في حفل الراقصة هيفاء. يا تبع لا تحلم بهالة نجم الزهراء، يا سيف ابن ذي يزن لا تحلم بعد اليوم بيمن واحد كما في العراق. اليوم يجب أن لا نحلم أن يكون هناك عراق واحد، ولكن تبقى اليمن كما قال الله تبارك وتعالى: أرض طيبة ورب غفور. انتهت عاصفة الحزم وهبت لربما هي ذرات من إعادة الأمل. لم تصل عاصفة الحزم إلى العراق كما كان متوقع، رغم الخلاف السياسي العراقي بين أرباب السلطة في العراق على عاصفة الحزم، ولكن هناك عواصف كثيرة هبت على مناطق عراقية كثيرة، وإلى الآن نلتمس إعادة الأمل فيها ولن يعاد الأمل فيها رغم المحاولات الكثيرة لإعادة الأمل. يبقى التساؤل: هل ستصل عاصفة الحزم إلى العراق؟ وإذا وصلت هل سيكون هناك إعادة أمل؟ الكثير من العراقيون يرون أن هذا التحالف العربي الإسلامي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد الأخطبوط الإيراني في المنطقة لربما هو بشريات خير للسنة في العراق، ولكن هناك تساؤل في الجانب الآخر. يقال أن هذه العاصفة هي قتلت أكثر من 1000 مدني يمني، وأن هذه العاصفة لن تصل إلى العراق أصلاً. وإذا وصلت هذه العاصفة إلى العراق، فما الذي ستقدمه هذه العاصفة وهذه الآمال للمكون السني؟ المكون السني بين مستبشر ومؤيد، والمكون الشيعي في العراق لنقول هكذا هو رافض ومتخوف من هذه العاصفة. عاصفة الحزم لربما تصل إلى العراق، ولكن إعادة الأمل بعد هذا الدمار الشامل هل سيصل إلى العراق؟ هذا عنوان حلقتنا لهذا اليوم. باسمكم رحب بفضيلة الدكتور طه اللهيبي، السياسة والبرلمان العراقي السابق. دكتور طه مرحبا بك. يا مرحبا أستاذ. وكذلك أيضا ضيفي من عمان الأستاذ عادل الأشرم بن عمار، رئيس رابطة مثقفي قبيلة شمر. أستاذ عادل مرحبا بك. أهلا وسهلا. كذلك سيكون معي عضو الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله الحوثيين أيضا من صنعاء، الأستاذ صلاح العزي، وكذلك الأستاذ عبد الخالق الدباش وهو ناشط ثوري سياسي أيضا. نكمل الحوار بعد الفاصل، كونوا معنا. مرة أخرى أحبتي الكلام مرحبا بك. أبدأ بك دكتور طه اللهيبي، عاصفة الحزم توقع وصولها إلى العراق؟ كانت هناك آمال ربما كسياسيين سنة، قائمة متحدون إلى آخره من المسميات، المجلس العسكري، ثوار العشائر، الحراك الشعبي، هيئة علماء المسلمين، هذه الرموز السنية كانت لا يعني لربما لها ميول كبير إلى عاصفة الحزم، كانت تتمنى أن تصل إلى العراق، لكن هي لم تصل إلى الآن. ما هي الأسباب برأيك؟ الحمد لله، تحية لك وللأخ الضيف أستاذ عادل وللضيوف وللمشاهدين الكرام. أنا في تقديري أن العراق حدثت به أكثر من عاصفة حزم، لكن هناك فرق. حدثت العاصفة الأولى عندما وقف أبناء هذه المحافظات المنتفضة بوجه المحتل الأمريكي وميليشيات المحتل الإيراني لسنوات، واستطاعوا أن يخرجوا المحتل الأمريكي، ثم بعد ذلك بتواطؤ العالم كله عملوا ضد هذه المقاومة وسلموا البلد لجماعة إيران والذين هم لديهم مصالح مع أمريكا.
ثم بدأت عاصفة الحزم الأخرى التي أنت أسميتها الحراك الشعبي. هو عاصفة حزم، يعني الآن أنت تنظر أن الحراك الشعبي كان أيضا عاصفة؟ نعم، لكن ليست خارجية. المسألة حقيقة التي في العراق ونقولها أن أهل السنة لهم الفضل في أمرين: أن مقاومتهم كانت يتيمة، أي بدون أي مساعدة خارجية، واستطاعوا بفضل الله بجهود. كيف يعني الآن الفصائل التي كانت تقاوم في العراق ما كان أحد يساعدها امدادات من برا، رغم أن الحكومة تتهم مثلا أن بعض الفصائل المقاومة تدعمها قطر وبعضها تدعم السعودية. كله كلام كذب. هؤلاء الذين يتهمون يسيرون على مبدأ أتغدى بيك قبل أن تتعشى بي. الحقيقة الاتهام من أجل أن يبرروا لأنفسهم الولاء لإيران. طيب الحراك الشعبي، هل الشعوب نعم ساندت المقاومة؟ نعم، الشعوب العربية الإسلامية ساندت المقاومة العربية، المقاومة العراقية عفوا، بالأموال. أما الحكومات وقفت ضد هذه المقاومة، هذا واحد. نأتي إلى الحراك الشعبي. إذن الحراك الشعبي هو عاصفة حزم، إذن هي عاصفة أخرى. نعم عاصفة، ولذلك وقف ضدها المالكي بكل الأساليب، حتى أنهم دفعوا شهداء في الفلوجة أول مرة في الفلوجة في تقريبا 22/1/2013، ثم في 23 أبريل صباح يوم الأربعاء في الحويجة، ثم بعد ذلك ما حدث في الأنبار واعتقال الدكتور النائب أحمد العلواني، ومن ثم إشعال الخيم. الفرق عاصفتنا يمكن أن نقول أهلنا أهل اليمن أفضل من عاصفة أهل اليمن. أهل اليمن استعانوا بأخوتهم العرب، وهذا لا عيب، لأن هناك اتفاقية الدفاع المشترك، لكن العراقيين بنوا عاصفتهم بأنفسهم، لكن حوربوا من الحكومة ومن الأمريكان. لكن هناك من يفسر ممكن كلام مضاهي إلى كلامك، يقول أن الحوثيين الآن هم أيضا ثوار بالضبط مثل الحراك الشعبي، والآن هم طالعين على حكومة عبد. شوف أخي، الثورة والمقاومة حتى تكون ثورة أو مقاومة لها تعريف بالقاموس المقاوم العالمي، يجب أن تكون مستقلة بالقرار السياسي والعسكري حتى تسمى هذه الجهة مقاومة. طيب أو ثورة. طيب الحوثيين غير مستقلين لا بالقرار السياسي، طيب ولا طيب بالقرار طيب العسكري. طيب سأنتقل لك أستاذ عادل الأشرم بن عمار، رئيس رابطة مثقفي قبيلة شمر. أستاذ عادل مرحبا بك. مرحبا أستاذ عادل، تسمعني؟ أسمعك جيدا. نعم أستاذ عادل، برأيك لماذا لم تصل عاصفة الحزم إلى العراق؟ وهل عاصفة الحزم حققت أهداف بضرب أذرع إيران في اليمن كما يقال؟ تفضل. تحياتي لك ولضيفك الهيبي الكريم ولضيوفك ولجميع مشاهدينك الكرام. بالنسبة لعاصفة الحزم، يجب أن نفهم معنى عاصفة الحزم بالمفهوم الخطة العسكرية المرسومة لعاصفة الحزم. سبق وأن قلت أن عاصفة الحزم تمر بثلاث مراحل مهمة جدا. المرحلة الأولى هي مرحلة عسكرية ذات مدى قصير، ثم المرحلة السياسية ذات مدى متوسط التي نحن فيها الآن، ثم المرحلة الاستراتيجية ذات مدى بعيد. وأعتقد أن انعكاس عاصفة الحزم وتأثيرها على الجانب العراقي مرتبط بالمرحلة الثالثة. نعم. أما نعود إلى هل أن عاصفة الحزم حققت أهدافها، أعتقد أنها حققت أهدافها واستطاعت أن تحجم من الوجود الإيراني المتمثل. لكن أستاذ نعم. عادل، الضربات لا زالت مستمرة في اليمن، لا زال مستمر، ولا زال هناك تقدم لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة مناطق. يعني بيوم الإعلان عن إعادة الأمل كان هناك تقدم لجماعة أنصار الله في اللواء 35. ليس هذا التقدم بالمستوى العسكري المطلوب أو المستوى الاستراتيجي، بالعكس، جماعة الحوثي وجماعة صالح المتحالفة معها ومن وراءهم إيران تواجه اليوم حرجا عسكريا مهما يتمثل بتطويقها من جميع الجهات. البحر مسيطر عليه، أيضا الجو مسيطر عليه، لا تدخل إليها إمدادات عسكرية، وهذا بحد ذاته حجم كثيرا من نفوذها. أما أن هنالك عصابات هنا وهنالك ولا زالت تهاجم المدنيين أو تهاجم المقاومة الشعبية، فهذا أمر طبيعي. ولكن هذه المرحلة أيضا مرتبطة بالمرحلة السياسية، تهيئة الأجواء لجمع الفرقاء
على مائدة المفاوضات مع وجود ضغط عسكري، مع وجود أهداف مستقرة. طيب أفضل من أن أستاذ عادل، نعم، العاصفة حققت أهدافها السياسية والعسكرية، لربما بس أهدافها السياسية، وهي يعني أهداف ربما احنا نحسبها ضد إيران. قلت لك ان الهدف السياسي هو متعلق بمرحلة ذات مدى متوسط. في هذه المرحلة هنالك تهيئة لحوار، تهيئة لجمع الفرقاء. أنا من خلال استطرادك للمقدمة استطردت إلى أمر مهم، وشخصت أسماء تاريخية مهمة، على اليمنيين أن يتذكروا تلك الأسماء ويعودوا. هل تلك الأسماء من التبع، من كهلان، من سيف بن ذي يزن، من الشخوص التاريخية للدول اليمنية، أقدم دول عربية على الساحة التاريخية، يعني أقدم دول عربية على الإطلاق وجدت في اليمن، الدول الحميرية، دولة بلقيس. نعم. هذه الشخوص متعلقة بمن؟ على اليمنيين أن يسألوا أنفسهم، على اليمنيين الذين يوالون اليوم للأسف الفئة القليلة التي توالي إيران، أن تسأل هل هم عرب أم فرس. إذا كانوا عرب فبلا شك يكونوا. سأعود لك. نعم شيخ عادل، أنتقل إلى صنعاء. السيد عبد الخالق دباش وهو ناشط ثوري وسياسي. سيد عبد الخالق مرحبا بك. برأيك هل كما قال ضيفي يقول أن عاصمة الحزم حققت أهدافها السياسية والعسكرية بوقت قياسي لربما نقول، أنت ماذا رأيك؟ مسك بالخير ورسي ضيوفك الكرام. مساك الله بالنور أستاذ المشاهدين. نعم. بالنسبة عزيزي لعاصمة الحزم، الأخ ضيفكم الكريم تكلم عن أنها نفذت، على أنها ناجحة في أهدافها. بالطبع والحقيقة على أرض الواقع وفي اليمن لا تحقق أي شيء سوى تدمير البنى التحتية للشعب اليمني، وهي بنى تحتية متواضعة دمرتها. نعم نجحت في ذلك، لكن بدأت عاصفة العزم والقوة العسكرية الذي يقولنا ضيفكم الكريم أنها حجمت من القوات العسكرية لأنصار الله وللجيش اليمني. هي بدأت وأنصار الله يسيطروا على 40%، أنا أنصار الله يسيطروا على 85% من مساحة اليمنية. من يسيطر؟ حضرموت. لم يتبقى إلا حضرموت. من يسيطر؟ سيد عبد الخالق، من يسيطر على 85%؟ القوات الجيش مدعوة باللجان الشعبية التي تتبع أنصار الله. هذا من ناحية. أما من ناحية طيبك الكريم عندما أتكلم عن الأصول وعن الفرس وعن ما أدري ما يرمي إليه بالأصل بالواقع، لأني لم أفهم كلامه واضحا. نعم. إذا لم يكن العرب، لحظة اسمح لي عزيزي، إذا نعم. لم يكن العرب منبعهم اليمن، إذا لم تكن العروبة موجودة في اليمن فما قيمة العروبة؟ نعم. طيب سأعود لك، أنتقل لك سيد عادل. سيد عادل يقول الآن اللجان الشعبية والجيش واللجان الشعبية اللي تتبع أنصار الله يسيطرون على 85% وما باقي بس حضرموت، شنو تجاوب؟ تفضل. لا أعتقد أنهم يسيطرون على 85%، وأريد أعرج قليلا فقط قبل أن أجيبك. نعم. أنا قلت المرحلة الثانية هي المرحلة السياسية بدأت، لم أقل اكتملت ولم أقل أنها حققت أهدافها، هي مهدت الأرضية المناسبة لجمع الفرقاء. أما أنها حققت أهدافها فهذا متعلق بمدى متوسط مثل ما ذكرت. طيب. أما نعم. نعم الآن هو يقول الأنصار الله اللجان الشعبية يسيطرون. نعم. على 85%. لا أعتقد أنهم يسيطرون على 85%، بل المعركة الآن هي معركة عصابات هنا وهنالك وجماعات تقاتل في الطرف الشرقي وفي الطرف الغربي، وهي مطوقة، لا يصلها السلاح، لا يصلها الإمداد، وبالتالي فهي ستستنزف بلا شك. أنها تحاول أن تنتحر في بعض الهجمات هنا وهنالك، وهي تتكبد خسائر جسيمة. المعركة الآن تحولت، بدل أن تستنزف الدول النظامية التي بدأت في هذه العملية، تركت هذه العصابات هي تستنزف. طيب. وتركت المقاومة الشعبية تأخذ زمام الأمور، تقويها، تدعمها لوجستيا، لا تتخلى عنها، تضرب الأهداف بانتقاء. فهذا بحد ذاته كفيل أن يضمن بإنجاح العملية السياسية مستقبلاً،
وأود أن أقول لضيفك الكريم من اليمن نتمنى على أهلنا في اليمن، العرب في اليمن بلا شك هم عرب وأصلاء، فلا نتمنى أن نجد أي فئة عربية أو فرعا عربي لا نشك بأصالته. طيب أن يكون أهل الخارج سأعودك سيد عادل، يحزننا هذا، نريد أن ولاءهم يكون للعالم العربي الذي هو أبناء جلدتهم بلا شك. سيد عادل أنتقل لك سيد عبد الخالق. سيد عبد الخالق يقول ولاء عربي، أنتم ولاءكم إلمن، ولاءكم مو عربي أو كما يقال، هل فعلا هناك ولاءكم إيراني؟ تفضل عزيزي. أريد أن أعرج على 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 ما تكلم ضيفك عن العملية السياسية. أتت عاصفة العزم لتنحر العملية السياسية، وتكلمها المبعوث الدولي جمال بن عمر، أول ضربات طيران آل سعود على العاصمة صنعاء أتى في ظل انعقاد الحوار في الموزمبيق بحضور مبعوث الأمم المتحدة، وبعد استمرار العدوان فشل الحوار الوطني اليمني الداخلي. بالنسبة للولاء، هو الصراع الأكيد من أجل الولاء. الولاء اليمنيون يريدوا أن يكون ولاءهم ولاء لوطنهم، ولاء يمني. يعني الأحزاب كانت جارة لا تسعى فيما تقوم بها اليوم. نعم. تريد أن يكون اليمنيون ولاءهم للرياض، نفس ما كان عليها الحال السابق، لكنها أتت ثورة وغيرت موازين القوى. أما ما يتكلم ضيفكم الكريم عن إيران يا أخي العزيز، على أدنى أتكلمه بالمنطق، هو الحقيقة وما يجري. إيران لحظة يا عزيزي، خليني أوضح لك. نعم. إيران لها حدود وزولة وذات سيادة، إذا بينك وبينها بينكم خصومات هذا أبو إنسكات اللغة. أما أن تتهم الشعب اليمني أنه أصبح مجوسي وأنه أصبح فارسي وأنه أصبح ذو أصول فارسية، هذا من النقص القيمي سيد عبد الخالق ابقى معي. أنتقل لك دكتور طه الليهيبي، يقول نحن نريد الولاء فقط يمنيا، وهؤلاء يريدون ولاءنا للرياض، ماذا تجيبه؟ يعني تحية للشعب اليمني يعني كله. يعني أنا حقيقة أريد أذكر الأخ قد يكون نسى مسألة 85%، فهذا خلي ينساها يعني ولا يقول هو علّه. لا أيوة، كما قالوا الشيعة لدينا في العراق إحنا 60%، وهم لا يمثلون أكثر من 42%، كما قالوا في البحرين نحن 70% وهم 44%، فهذه مسألة المعذرة، اكذب حتى يصدقك الناس، أفضل من يمثلها هي الأذرع الإيرانية. لم نجد في اليمن أن السعودية رفعوا صورة للملك عبد الله الله يرحمه أو للملك سلمان، لكن وجدنا أن الحوثيين قد رفعوا صورا لخامنئي وللخميني. المسألة أنه يقول نريد ولاءهم للرياض، لا، هذا الكلام غير صحيح. اليوم بدأنا حقيقة أن نسمع أن يسب الصحابة وأن تسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لا، يسبهم الحوثيين الذين كانوا في البداية هم على الزيدية وكانوا أقرب الناس إلى أخوانهم السنة. عندما ذهب الملك الحوثي إلى إيران وقامت إيران بدعمه ماديا وعسكريا، بدأ التحول من المذهب الزيدي إلى المذهب الاثنى عشري الجعفري، علما أن المذهب الاثنى عشر الجعفري يكفر حتى الشيعي إذا كان خارج المذهب. طيب. هذا واحد. نعم. المسألة الأخرى، هو يتكلم الحوثيين أنتم أصبحتم أداة بيد علي عبد الله صالح، القوة الحقيقية هي ليد علي عبد الله صالح، وما الحوثيين ما هم إلا لا يمثلون 4% من الشعب اليمني، وعليه لا يقعد يقول والله 85% وهم ليس لهم 4%، هو يقول 85%، وجودهم. نعم. كنسبة سكانية. نعم. الحوثيين لا يمثلون إلا 4%، إذا كان لا يعرف بالنسب أهل اليمن فنحن نعرفها. طيب. هذا واحد. آخر شيء. نعم. أقول لو كان هذا النصر كما يقولون، لماذا علي عبد الله صالح بدأ يريد التأمين له، الأمان له ولعائلته، إن كان هذا النصر ما يقوله. المسألة الأخرى، السعودية لم تقل لكم تعالوا للرياض، بل منذ اليوم الأول قالت نحن أتينا من أجل أن نعيد الأمور إلى نصابها وأن نضعكم على طاولة الحوار، لكن الحوثيين نتيجة الدفع الإيراني والغباء الإيراني أرادوا أن يأخذوا الجمل بما حمل، وسيدفعون الثمن. طيب كما طيب, طيب, طيب دكتور طيب دكتور أعود لك سيد عبد الخالق،
الشرق. سريعا ماذا تجيب دكتور طه؟ والسؤال الآخر، إلى أين تتجه هذه العاصفة؟ تفضل سيد عبد الخالق. أنا لم أتكلم عن تعداد سكاني أو تقسيم، أنا أتكلم عن عمليات عسكرية وتقسيم جغرافي للعمليات العسكرية عندما بلد 85%. عزيزي عاصفة هو يقول أنتم 4%. لحظة. نعم. أنا ابن اليمن وعايش في اليمن. بدأ الطيران السعودي يدخل بقصف اليمن وقصف مناطق اليمن، والحوثيين خارج الذي يتكلم عنهم أنصار الله والجيش خارج أبين وخارج عدن وخارج لحج وخارج شبوة، هذه 4 محافظات سقطت، دخلوها وحرروها من الدواعش ومن مرتزقة المملكة العربية السعودية في ظل استمرار الطيران في ظل استمرار عمليتهم. والآن في هذا الأثناء هم على وشك سيطرة على محافظة مارب، على نفس مدينة محافظة مارب تبعد 1 كيلومتر عن المجمع الحكومي للمدينة، ولم يكن الجيش كل جانب الشعبية. خليني أوضح أما بالنسبة لما يتكلم منطقة طائفية ومنطقة وهو بالمعنى الصحيح هو منطقة توظيف أمريكي صهيوني، اليمن فيها عزيزي يعني مدرستين دكتور لحظة يا عزيزي اليمن فيها مدرستين دينيتين، مدرسة الإمام العادي في صعدة ومدرسة تريم العلمية. هذا المدرستين هي من تمثل الزيدية والشافعية، لم يصدر عنهم أي شيء، بل صدر عنهم بيان إن هذه العمليات تعتبر جوالا طارحا على الشعب اليمني، حقل الشعب اليمني. نعم السيد عبد الخالق دباش الناشط السياسي والثوري، كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. انتقل الى السيد عادل الاشرم. سيد عادل، ماذا تجيب؟ يقول السعوديه والدواعش وحلف تدعم امريكا وتدعم لوجستيا. نعم قتلوا المتظاهرين فاليمنيين الابرياء، اذا هم فرق بينكم وبين الدواعش. ايوه انا انتقل الى السيد عادل الاشرم. سيد عادل ماذا تقول؟ تفضل. هذه الحجة والتهمة جاهزة لكل أنصار إيران في المنطقة، جاهزة في العراق وجهزت للسنة المهجرين. نعم. بدأ يقتلون السنة بهذه الحجة. نعم. بدأ يهجرون السنة بهذه الحجة، وفي اليمن تطبق نفس الحجة، كل من عارض آراءهم، كل من اتجه بالاتجاه الصحيح لخدمة بلده جاهزة له هذه التهمة، لا يعرفون يعاقبونه إلا بهذه التهمة. لكن بعدين الشطر الثاني هم هو من مع أمريكا؟ لنسأل الآن من في هذه الفترة التي اتضحت النوايا، من كان إلى جنب أمريكا؟ الحوثيين منذ اللحظة الأولى لتمردهم لاستيلائهم على الشرعية، الخطوات التي قاموا فيها في اليمن كلها كانت تحت مباركة عالمية، غض نظر واضح من الدول. طيب. الدول العالمية لم تتحرك، لم يكن لها أي دور إلا بعد أن أخذت الدول العربية زمام الأمور وعرفت اللعبة، لذلك لا يمكن لهم أن يمرروا. نعم نعم. هكذا اتهامات. لكن هو ذكر هناك عدة محافظات شبوة وغيرها، قال هذه أساسا هي أصلا ما بها أنصار الله الحوثيين. يعني هناك كأنما تعاون من أبناء المدن مع أنصار الله، أو ماذا تسميها؟ من يعرف التركيبة اليمنية، التركيبة الاجتماعية اليمنية، لا يمكن أن يفصل منطقة عن الأخرى. اليمن مثل ما تفضلوا الضيوف الكرام، اليمن نعم يغلب عليها الشافعية والزيدية، ولكن هنالك تداخل داخل المدن، فئة قليلة هنا وفئة قليلة كثيرة هنالك، لذلك وجود جيوب في بعض المحافظات المحسوبة على، ولو أنا ضد الطائفية حقيقة. نعم. ولا أؤمن بهذا هنا وهنالك، لكن ردا على السؤال الأخ. نعم. لذلك وجود جيوب تؤيد هذا الطرف حتما هي موجودة، ولا يمكن أن تأخذ بقياس بوجود طرف فئة قليلة نأخذ كل شبوة أنها ضمن هذا الاتجاه، لا أعتقد أن هذا صحيحا للذي يعرف تاريخ اليمن والذي يعرف تداخلات. طيب اليمن. سأعود. نعم. لك أنتقل لك دكتور، برأيك إلى أين تتجه عاصفة الحزم ومصطلح الدواعش؟
الآن أطلق على السعودية، مع أن السعودية اليوم في مؤتمر صحفي أنهم تم إلقاء القبض على 93 داعشي من ضمنهم امرأة. يعني أنا ما أعرف هذا خط الأوراق، ربما يحيرني ويحير المشاهدين. شنو الموضوع أستاذ؟ يعني كل الناس الظلمة يتهمون الآخرين. نعم. فرعون ماذا اتهم نبي الله موسى؟ قال أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم. شوف، هذا فرعون يقول عن موسى. وعليه أولا من مول العمليات أو التحالف الدولي ضد داعش ب$550 مليار هي دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. نعم. هذا من ناحية. المسألة الأخرى، كما قال شاعرنا العربي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. شلون؟ اليوم هو يقول: نعم. أنا أعرف اليمن. نعم. ولي أخوة في اليمن. نعم. وأتصل فيهم. هم كانوا 4% من الحوثيين وفي الجبال. نعم. هو يقول أنت تتحدث عن نسبة سكانية، لكن أنت ما تتحدث الآن عن نسبة ثورية وثورة شعبية ولجان شعبية. ولا ثورية ولا لجان. أنا أعرف. نعم. الجزء الرئيسي ورأس الأفعى هو علي عبد الله صالح، لأن علي عبد الله صالح يملك 70% من الجيش. أما هؤلاء فاستخدموا كأداة كمطية، كما دائما تستخدم إيران. مثلا في وقت أحمد نجار، عندما اشتد الكلام الإعلامي بينهم وبين إسرائيل، ماذا قال أحمد نجار؟ قال: سنقاتل إسرائيل في لبنان. ما شاء الله. نعم. يقدم أبنائنا العرب اللي هم طبعا يقصد حزب الله وهم عرب. المفروض في العراق بماذا يقاتل إيران؟ يقاتلنا بالميليشيات العراقية. نعم. في سوريا يقاتل لا يريد إيران منذ أن انتصر عليها العراق في حرب 8 سنوات، لا تريد أن تدخل مباشر إلى معركة. أما سؤالك إلى أين عاصفة الحزم، شوف، المملكة العربية السعودية والدول العربية، مسألة اليمن أصبحت خط أحمر لا يمكن أن تنتهي إلا بها. أما أن يعودوا، لكن هل العاصفة غيرت شيء على الأرض؟ نعم، غيرت شيء. تراجع جماعة أنصار الله، تراجع. نعم. شوف، كل السلاح الذي كانت تمولهم إيران على مدى 20 سنة أحرق هذا السلاح. اليوم نهضت اللجان الشعبية العفوية، المقاومة العفوية، لن يستطيع أنصار الله أن يستمروا. شوف يا أستاذ، البحرين أرادت أمريكا أن تعطيها هدية إلى إيران لولا تدخل درع الجزيرة في الوقت المناسب. واليمن أيضا، كما قال الأستاذ عادل مشكورا، أن الدول العالمية للأسف أرادت أن تقف مع الحوثيين، لكن عندما طيب. وقف العرب طيب. الوقفة الحقيقية، تغير ميزان القوى ووجدنا أن الأمريكان، أنا بتقديري، نعم. لا يستطيع الحوثيون الاستمرار ولا إيران. نعم. ستستطيع أن تستمر. لو إيران تستطيع أن تواصل عاصفة الحزم، قالوها علنا أن كل الأجواء اليمنية حضر، ولم تستطع أن تتكلم إيران بكلمة، وقالوا أن الموانئ اليمنية هي موانئ محظورة. نعم. ولم تستطع إيران أن ترد. إيران نمر خشبي أعطاه الغرب مجال أو ضوء أخضر من أجل أن يوصل منطقتنا إلى الحالة الشد الطائفي، حتى يتحول الصراع في المنطقة من صراع عربي إسرائيلي إلى صراع عربي إيراني. طيب، سأنتقل إلى اليمن مرة أخرى. الأستاذ صلاح العزي، عضو الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله الحوثيين. أستاذ صلاح، مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. سؤالي: هل انسحب الحوثيين إلى صعدة؟ هل سلموا أسلحتهم؟ شنو نتائج عاصفة الحزم؟ أم ما زال الحوثيين يتمددون جغرافيا؟ هل غيرت عاصفة الحزم شيء على أرض الواقع في اليمن؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا أعلم من أين ينسحبون وإلى أين ينسحبون ومن هم الحوثيون. الحوثيون هم مواطنون يمنيون، من حقهم أن يتحركوا في أي مكان أينما شاءوا في اليمن. من الغريب أن يأتي أحد من خارج يتكلم فضولا بأن فلان من اليمن هو الذي يحتل، بينما بلادهم محتلة من الأمريكيين. اليمن الجيش اليمني واللجان الشعبية من جميع المحافظات هم الذين يتحركون الآن في عدة محافظات في الشمال وفي الجنوب. هناك محافظات مثل نائرب والبيضاء
في الشمال وايضا محافظات مثل شبوة وعدن. اعود اعود سي صلاح سي صلاح خرجنا من اجله وهو حملة امنية الشعبية ضد عناصر تكفيرية تنظيم وقائدة الذين نشروا الفساد وقتلوا المواطنين في كل مكان. من هم العناصر التكفيرية؟ من حقنا لحظة من حقنا كيمنيين أن نتحرك لمدافعتهم، كما من حق الآن الجيش المصري يتحرك في سيناء. السعودية تدعي كذبا باستمرار أنها تلاعب تنظيم القاعدة في تونس في الجزائر. نحن أكثر من تضرر من ذلك في تفجير واحد لهؤلاء التكفيريين ضد 150، وفي تفجير آخر ضد 50 ضباط الجنود الذين قتلوا بالعشرات. يعني ما هذا التصرف المزدوج؟ ما هذا التخلف الخليجي؟ ما هذه الهستيريا؟ ما هذا الكذب؟ يعني ربما أنهم يريدون أن يستحقوا جماهيرهم، ولكن الحقيقة هي التي تظهر بأن اليمن كانت قد أصبحت وتراً للمجرمين التكفيريين من الدواعش الذين يظهرون الآن. طيب ابقى معي سي صلاح، ابقى معي دكتور طه سريعاً بدقيقة واحدة. أنت بلدك محتل من الأمريكان وقاعد تتحدث عن اليمن، هو يقول لك سي صلاح أفضل. أقول أولاً الأمريكان نحن اللي أخرجناهم، والأمريكان اعترفوا بذلك عندما قتلنا منهم أكثر من 30,000، هم يقولون 5,000. اليوم الذي يحتلنا هي إيران وميليشياتها، كما أن الحوثيين قبلوا لأنفسهم أن يكونوا مطية لإيران. يقول التكفيريين أنتم كفرتم الصحابة، اتهمتم حتى عرض الرسول صلى الله عليه وسلم، واليوم جاي تكلمني بالتكفيريين؟ على من تضحكون أنتم؟ طيب سيد صلاح تفضل. اعتقد ان الاخ من العراق عايز كذلك. نعم دكتور طه الليبي برلماني عراقي سابق وايضا هو سياسي عراقي، تفضل. ان مؤثرين بأهل العراق، ان مؤثرين. نعم. ولكن والله العظيم انها مأساة ان ينظروا الى اليمنيين وهم يبتلون ظلما وعدوانا، وخاصة بعد تصريحات المبعوث الاممي يوم امس امام مجلس الامن بان لم يكن هنالك مبررات وان العدوان هو الذي قضى على ذلك. ثم ياتي احد اخواننا من العراق ليبرر قتلنا اليوم بالالاف، اكثرهم نساء واطفال، الله المستعان. على العموم بالنسبه للعراق، اذا كانت محتله لحظه. نعم. اذا كانت العراق محتله من ايران. نعم دكتور. والله اني اشد على ايديكم يا ابناء العراق، ابراقي هذا المنبر، بأن تحرروا بلادكم من كل أجنبي يريد أن يتورط. جميل سؤالي أستاذ صلاح السعودية، ولا يوجد أي تحرك للإيرانيين، والذي لا إله إلا هو. لو علمنا أن جنديا إيرانيا أتى ليقتل يمنيا واحدا ظلما وعدوانا لكان أنصار الله، وليسمع الإيرانيون والأمريكيون. طيب سي صلاح واحد لكان أنصار الله أول من يقف في وجهه. يا سيدي الفاضل، سؤال سي صلاح سؤال، هل تأثر الحوثيون بهذه العاصفة أم ازداد نفوذهم على الأرض؟ تفضل. أجب عن سؤالي. نعم. أن الطائرات الأمريكية عندما كانت تبسط اليمنيين من تنظيم القاعدة في محافظات شبوة وعدن، كان أنصار الله هم وحدهم الذين يخرجون بالسيارات بالتظاهر ضد ذلك، على الرغم من أن تنظيم القاعدة كانوا يقتلوننا، ولكن لدينا قاعدة ثابتة بأن اليمنيين فيما بينهم يدبرون أنفسهم، ولكن دماء اليمنيين محرمة على الأجانب. سأعود لك سيد صلاح، أنتقل لك سيد عادل الأشرم بن عمار رئيس رابطة مثقفي قبيلة شمر. سيد عادل يقول السيد صلاح العزي يقول لو أن جندي إيراني واحد أتى إلى اليمن ويقتل مواطن يمني سنقتل هذا الجندي الإيراني وسنقف ضده، ومن كانت الطائرات الأمريكية تقصف باليمن ضد تنظيم القاعدة إحنا الوحيدين اللي نطلع مظاهرات ونهتف الموت لأمريكا، تفضل شنو تجاوبه؟ نتمنى هذا، وهذا أكيد
أكيد هذا الذي نتمناه، ولكن نتمناه على أرض الواقع، لأن الإيرانيين هم يمارسون سياسة تفريس شئنا أم أبينا. نعم في العراق مثل ما تفضل الآن العراق محتل، أنا أوافقه، ولكن محتل من من؟ محتل من الفرس. نحن حتى نقول إلى قبائلنا العربية الأصيلة الموجودة في الجنوب وقبائلنا الموجودة والمحسوبة على خط ثاني من إعانة ضد التقسيم المذهبي، نقول نعم لهم نعم إن إننا معهم في هذا الاتجاه إذا كان الهدف الحد من التواجد الإيراني. سيد بلا سيد شك قبائل أصيلة نتمنى ذلك، ولكن على أرض الواقع لا يثقون في الإيرانيين. نعم نحن لا نتجه معهم في العراق. أنت بالمقابل تؤيد عاصفة الحزم؟ نعم أنت بالمقابل تؤيد عاصفة بلا الحزم. شك أؤيد عاصفة الحزم، لأن أهداف عاصفة الحزم أهداف عربية، هي محاولة للجم النفوذ الإيراني. النفوذ الإيراني الآن توغل في اليمن، يمارس نفس السياسة التي مارسها في العراق، وبالتالي في اليمن مستقبلا بلا شك إذا لم يواجه هذا المد بلا شك أنه سيكون مثل العراق. نعم. سيتمدد الإيرانيين وسيسيطرون. الآن فقط إذا سمحت لي. نعم. الآن أنا في يوجد ناس من أهلنا العرب الأصلاء الشيعة في الجنوب هم حاسين في هذا الخطر، وهم مهمشين وليس لهم إرادة، ولكنهم مجبورين. حنا نتمنى على عالمنا العربي أن يقف مع العرب سواء في العراق سواء في الأحواز، العرب الأصلاء. نعم. الذين لا يقبلون أن ينقبسون في سيار ثاني أو يتجردون من هويتهم الأصيلة. بدقيقة واحدة دكتور طه، حقيقة أنا يعني أريد أتكلم بدقيقة. أي بدقيقة. أولا أنا قلت إيران لا تقاتل بجيشها، قلت العرب يقتلون العرب والعرب أصبحوا مطية، هذا واحد. اثنين أقول له أنتم كنتوا لديكم تمثيل سياسي ممتاز، لماذا قلبتم الطاولة وتريدون أن تصبحوا مثل حزب الله؟ نعم. الثلث المعطل، يعني عندكم الأمر السياسي، لماذا حملتم السلاح؟ ليش؟ أن كنتم تفضل. صادقين لحظة دكتور، ولماذا؟ جاوبني سيد صلاح العزي، تفضل تفضل. نعم. نعم. جاوب دكتور طه، تفضل. والله يا سيدي الفاضل، نحن لم نحمل السلاح ولم نشتري شحنة سلاح واحدة من الخارج. نحن حوربنا في منازلنا في محافظة صعدة، عندما تعاون علينا درع الجزيرة الذي يبادرنا الآن، دمروا محافظة صعدة في 2004، ولم نكن نملك إلا البنادق التي يحملها كل مواطن يمني. كل أسلحتنا التي نملكها الآن هي الأسلحة التي حوربنا بها، أخذناها في خضم الحروب، لم نترك دفعة سلاح واحدة بل أخذناها. ماذا كنت تريد منا أن نفعل؟ هل نقدم الورود يا سيدي؟ نعم. الفاضل طيب أهل صلاح، أنتم أهل النبوذ، والله الذي لا إله إلا هو. نعم. أنت أصبتني بالحسرة عندما أرى العراق الذي تدمره الآن السعودية وتنشر التكفيريين بالأمس. أحد السياسيين السعوديين في أحد قنواته المصرية وهو يتوعد بتجنيد مليون سعودي تكفيري ليفجروا بالعراق. يا أخي من الذي دمر العراق غيرهم؟ نعم سيد صلاح، لكن سؤال أخير، هناك أنباء تتحدث عن أن بعض عناصر أنصار الله يتدربون في العراق، وأيضا أن هناك فصائل شيعية عراقية لربما ستصل إلى اليمن كما يقال فزعة لجماعة أنصار الله، ما صحة هذا الكلام؟ عندما يحصل ذلك وتملكون أدلة وإثباتات إبراهيم، حينها لكل حادث حديث يا سيد الفاضل. ولكن هذه التظاهرات جعلوها من دون أن شن الحرب الأولى على مران. نعم لكن آنذاك لم نخرج من حدود صعدة ولا نعرف حتى صنعاء، كانوا يقولون بأن هناك جنود من إيران ومن حزب الله ولم نجد ذلك. يا أخي كيف أن اليمن الوحيدة التي لم يثبت فيها تدخل أين الإيرانيين؟ السيد قدموا لي سلاحا. نعم. إيرانيا. نعم. قدموا لي جنديا أمريكيا. نعم. هذا السلاح السعودي، لماذا السلاح السعودي نظهره أمامكم بالشاشات؟ لماذا التكفيريين السعوديين الذين اعتقلناهم ضمن القاعدة أظهرناهم ضمن القاعدة؟ نعم. ضمن عبر الشاشات. هل نعم. هل الإيرانيين ملائكة؟
لا يظهرون. طيب انت الا تبهر كل اخوات اليمن. انت لدقيقه سي صلاح لدقيقه تفضل دكتور. دقيقه اولا يقول تكفيريين. نعم يعني نسوا انه هم اللي يكفرون بدأوا من وراء ايران. نعم. الصحابة جميعهم. نعم. ونحن لدينا من كفر الصحابة هذه الفقه السني فهو كافر بعيدا رجاء واحد. نعم. انا قلت ايران لم ترسل جندي، للأسف اصبحتم صلاح العزي واتباعه اصبحوا هم جنود ايران. طيب. ويقتلوا بس. طيب. لا لا ارجو. نعم. مليون وثمانمائة الف يمني السعودية موظفتهم، هذا الجيش السعودي اليمني السعودية من أسسته. نعم. بأموال السعودية. نعم. اليوم أصبحت المملكة العربية السعودية في نظركم صارت تكفيرية. نعم. وصارت مجرمة. طيب. وصارت. طيب. ألا تبل إيران وأتباعها. بدقيقة جاوبة سي صلاح، دقيقة لك سريعا. سيدي هنالك ربع السكان في السعودية هم من الشيعة الاثني عشرية الذين يدينون بالولاء لإيران وللإمام الخامنئي رضي الله عنه. لماذا لم تحارب من السعودية؟ أما أنا فأرضي لك لأن محافظة صعدة لا يوجد فيها شيعة الاثني عشرية واحد من أهلها ومن سكانها. نعم. والله نعم نحن شيعة ولكن زيود ونحترم كل نعم. الفئات. نعم. وكل الطوائف. نحن أخينا مع الإسماعيلية ومع الاثنى عشرية ومع السلفية ومع الشوافع. يا أخي لا تدخل هذا النهج الطائفي، والله لا يوجد ذلك. أسألك. نعم. بالله. نعم. أن تراجع. نعم. نفسك. السيد. لا الله عليك. نعم السيد صلاح العزي عضو الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله الحوثيين، شكرا جزيلا كنت معنا. من أنتقل لك سيد عادل. سيد عادل يقول السعودية تنشر التكفير، السعودية عندها مليون سعودي راح تجند من التكفير الإمام الخامنئي رضي الله عنه، يعني من هذا. تفضل شو تجاوب السيد صلاح العزي؟ والله هذا الكلام أعتقد أنك لو تقوله لطفلا لا يصدقك. لي شلون؟ لا أنا أقول لك كيف. نعم تفضل. مسألة أن المملكة العربية السعودية ساهمت حاشا أنها تساهم في تدمير العراق أو إحداث أنواع إحداث تشددات مذهبية هنا أو هناك، فأعتقد أن هذا باطلا، وأن المملكة اليوم هي من يقف بوجه هذه الجماعات، واعتقد انها هي من تعرض الى بعض الـ 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 الامور التي كلكم رآها مؤخرا وقبلها، فلذلك هذه لا اعتقد ان لها وجود. طيب. على ارض. طيب. الواقع. طيب. ثم ان المملكة العربية السعودية سبق وان قلنا في مسألة العراق هي تجنبت منذ البداية، أنا أقولها بأمانة، تجنبت التدخل بالشأن العراقي، سعت من خلال أنها لا تميز طرفا على الآخر، حاولت أن تترك العراق للعراقيين، ولكن الإيرانيين دخلوا في هذا الاتجاه. نعم. وسيسوا الـ 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 الأمور السياسية في العراق لصالح إيران ولصالح الطرف على الآخر. سيد عادل، لكن أنتم تتهمون أنصار الله الحوثيين بأنهم أتباع لإيران، وأن هناك بعض الاتهامات أن بعض أتباع أنصار الله يتدربون في العراق، وأن فصائل شيعية عراقية تريد أن ترسل جنودها أو أرسلت جنودها إلى اليمن، لكن الأخ نفى هذا الكلام جملة وتفصيلا، حتى نفى وجود حزب الله ونفى وجود قاسم سليماني ونفى هذه الأمور كلها نفاها. أنت شو تقول؟ هو قاعد ينفيها؟ هذا رأيه الخاص، ولكن أنت تعرف وأنا أعرف وكل عراقي يعرف وكل متابع يعرف أن هذا الكلام ليس له وجود، وأن الميليشيات موجودة وأن قاسم سليماني موجود وأن إيران مشتركة بصورة مباشرة على فيما يجري في العراق من عمليات تهجير، من عمليات حرق، من عمليات نهب، من عمليات تغيير ديموغرافي، من سعي إلى سياسة التفريس. الإيرانيين يحاولون أن يغيرون الواقع الديموغرافي في بعض المدن العراقية المأهولة، وخصوصا الغريبة من بعض الأماكن الدينية التي لهم بعض الاتصال فيها. لذلك الميليشيات هي موجودة من جميع مسمياتها، وهي تلعب دور للأسف سلبي. طيب. على الساحة العراقية. طيب. وأن العرب حتى العرب الشيعة ليس لهم
دور يذكر في هذا المشروع الفارسي، وهم متذمرون، وهم أكثرية الشيعة الموجودين في جنوب العراق، هم أكثرية عرب، ولكن نعم. التيار الفارسي طيب. غلب على طيب. المذهب الشيعي في العراق طيب. وبدأ يعيش لصالح إيران. نعم. سأعود لك، أنتقل لك دكتور، أنت ماذا تجيب هذا الكلام اللي سألته؟ نعم نعم، جزاك الله خير. أولا نجيب الأخ اليمني كالتالي، أولا يترضى على الخميني وأقول على خامنئي عفوا، هذا شيء خاص بي. لا لا لا، اسمح لي اسمح لي. نعم. هو يقول السعودية تكفر. ايه؟ كلهم يعرفون أن الخميني والخامنئي يكفرون الصحابة بأجمعهم ويسبون أم المؤمنين، ونحن 1.6 مليار مسلم، كل من يكفر الصحابة هذا قول علماؤنا فهو كافر. نعم. فكيف يترضى على رجل يكفر الصحابة؟ نعم. إذن من هو التكفيري؟ هذا واحد. اثنين، يتكلم وإيران وجماعتها حتى في العراق على أغلبية الحوثيين 4%. كيف تريد أن تحكم اليوم اليمن وأنت 4% من الشعب؟ في سوريا العلويين 8%، لكن شوف كل الميليشيات العراقية وميليشيات حزب الله في لبنان نعم. تدعم نظام الأسد. نعم. المسألة الأخرى حقيقة يا شيخ، يعني الظاهر أن وزير إعلام هتلر نعم. الذي قال اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، الظاهر جد هؤلاء الناس نعم. الذين لم يعرفوا إلا اكذب اكذب حتى يصدقك الناس. طيب هل طيب طيب السعودية برأيك. التي وقفت نعم. مع الشعب اليمني كما قلت 1,800,000 سعودي، لكن هي التي مدت على أيضا السعودية الآن هي راح ترسل مليون تكفيري، مليون انتحاري يعني. نعم. يا أخي هاي اللغة نعم. هاي مسألة يعني ماذا يكفرون من السعودية؟ أعطيني كفروا من خارج. أما هذا فقهاء طيب. الأمة طيب. فقهاء، نحن مو فقهاء الأمة، المذاهب الأربعة المالكي وأحمد بن حنبل وشافعي نعم. نعم. فقط أقول طبعا من يكفر الصحابة فهو كافر، سواء قالت السعودية هاني يقوله واليمن يقوله والمصري يقوله. لكن لكن شو لكن سؤال وجيه، عندما تقصف الطائرات الأمريكية كانت تقصف القاعدة، أليس هم الحوثيين كما قال الضيف، مو أنا أقول، يقول هم اللي رفعوا شعار الموت لأمريكا وطلعوا تظاهرات ضد أمريكا؟ نعم، الشعار إيران وجماعتها الموت لأمريكا، لكن يذبحون بالعرب. ولا يوم شفت يوم أمريكي ذبح له إيراني أو ذبحه أمريكي؟ نعم. لا، يرفعون الشعار الموت لأمريكا والفعل على العرب. طيب طيب، سريعا سيد عادل أشرم، أعود لك، برأيك هذه العاصفة ما هي الخطوة القادمة بعد هذه العاصفة؟ أنا قلت لك بعد المرحلة السياسية ستبدأ. نعم نعم، تفضل. بعد المرحلة السياسية ستبدأ المرحلة الاستراتيجية، وأعتقد أن المرحلة الاستراتيجية ستشمل الملف العراقي والملف السوري اللبناني في أكثر من بقعة يوجد فيها تواجد يعني إيراني. يعني يعني ستصل عاصفة الحزم إلى العراق برأيك؟ عاصفة الحزم هي ليس بالضرورة أن تصل عسكريا مثل ما يحدث في اليمن، يعني ربما سياسيا. نعم، تصل بطريقة ضغط، بطريقة أن يجب على الفرقاء أن يجلسون تحت تأثير عربي، يجب على العراق أن يعود لعمقه العربي، يجب أن يكون المكون السني، للأسف أنا لا أريد أن أسمي هكذا، ولكن المكون السني ما دام أخي الفاضل إذا سمحت لي إذا سمحت لي، ما دام المكون السني يشعر بالتهميش فلا يمكن أن تحل مشكلة العراق. أنت الآن أمام حالة واقعية تعيشها على الأرض، لا يمكن لهذا المكون، والمكون السني فقد الثقة بالحكومة للأسف. نتمنى أن سؤال أخير قبل أن أختم، برأيك هذا التحالف العربي الإسلامي ما الذي يمكن أن يقدمه لسنة العراق؟ بالتأكيد سيقدم الكثير، وبالتأكيد سيخلق الأرضية المناسبة لإعادة الأمور إلى توازنها. السيد عادل الأشرم بن عمار، رئيس رابطة مثقفي قبيلة الشمر، شكرا جزيلا، كنت معنا من عمان. أعود لك دكتور طه، برأيك هذا التحالف العربي السني ما الذي يمكن أن يقدمه لسنة العراق بدقيقة؟ بدقيقة نعم. يستطيع أن يقدم أمرين مهمة نعم. الدعم السياسي نعم. في المحافل الدولية بمساعدتنا عندما ننشر جرائم الميليشيات وإيران نعم. بأن يوصلها لأكثر من مجتمع دولي، هذا واحد. اثنين، يستطيع أن يدعمنا ماديا، نحن لا نحتاج من الدول العربية بيض الله وجوههم مسألة جنود ولا عسكر ولا، نحن نكمل مسألة مادية لأننا حوربنا اقتصاديا من أجل إزاحة هذه الميليشيات
الملايين النازحة كما قلت، والمسألة السياسية بأن يتم أيضا الضغط على الأمريكان بأن يلجموا الميليشيات كما يضربون داعش، لأن اليوم لدينا الميليشيات أتعس فعلها من داعش. طيب، ونحن أصبحنا بين مطرقة الميليشيات وسندان داعش. الدكتور طه اللي هي بسياسة العراق ونائب البرلمان السابق، شكرا جزيلا لك، وشكرا أيضا لسيد عادل الأشرم بن عمار رئيس رابطة مثقفي قبيلة شمر، شكرا جزيلا لك سيد عادل، وأيضا شكرا للسيد صلاح العزي عضو الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله، والسيد عبد الخالق دباش الناشط السياسي والثوري كانوا معنا من اليمن، والشكر موصول لكم أحبتي على حسن المتابعة، لكن تبقى اليمن كما قال الله تعالى أرض طيبة ورب غفور. نذكركم نحن من أرض اغرورقت بدمع نهرين ينزفان، عند القلب يفترقان ثم يتعانقان عند مرفأ الأوجاع حيث شط العرب. من أرض الحدث نلقاكم بإذن الله الأسبوع المقبل، إلى ذاك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور.